حكايات من عمر الزمن بتفوح منها ريحة الطيون. حكاياتنا حكايات من عمر الزمن بتفوح منها ريحة الطيون. حكاياتنا قصة عمر تروي عن الأجداد سير مع الطراب الحب غنى حروفه الحسون. حكاياتنا يا مواسم الأعياد حكاياتنا بيدر جنى وحصاد. حكاياتنا يا مواسم الأعياد حكاياتنا بيدر جنى وحصاد. فلاح كدب معوله فلاح كدب معوله شق الأرض أرضه إله. يا موطن الزيتون والدحنون والحنون يا موطن الزيتون والدحنون والحنون. ما انت يوم بخاطري روحي إلك ترخص وانت عليها تمون. حكاياتنا حكايات من عمر الزمن بتفوح منها ريحة الطيور. حكاياتنا حكايات من عمر الزمن بتفوح منها ريحة الطيور. حكاياتنا قصة عمر تروي عن الأجداد سير مع الطراب الحب غنى حروفها الحسون. حكاياتنا حكايات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حكاياتنا. حكاياتنا هو برنامج يتيح لنا ولكم الفرصة للاستماع إلى حكاية وقصص كبار السن الذين تجاهلنا حكاياتهم مع التكنولوجيا، مع الآيفون والآيباد واللابتوب والتلفزيون. نحن اليوم في ضيافة قرية بيتا بمحافظة نابلس ومعنا السيد عبد الكريم مرعي أبو نزار. أهلا وسهلا فيك عم أبو نزار. وسيدة ريا بني شمسي أم منور أهلا وسهلا. وسيدة عائشة عبد الرحمن أم العبد أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمكم ويسلم أعمالكم. بالعادي يعني نبدأ بالسيدات بس هني أغلبية اليوم. بدنا نبدأ فيك عم أبو العبد. عم أبو العبد أنت متجوز تنتين صح؟ نعم نعم. ليش؟ أم نزار رحمت وفت 77 وإحنا في لبنان وعند أطفال خمسة كانوا ولابد من إعالتهم وتدبير أمورهم وتزوجت في ما بعد ما توفت بحوالي أقل من سنة رحمة الله عليها. إيش فطبعا كانت حاجة الزواج حاجة وليست يعني من الباب الآخر، يعني كنت مضطر أتزوج حتى أكون في عندي بين عيلي للأولاد والبيت. نعم. طيب أم منور. نعم. أنت جوزك كان متجوز ثنتين ولا أكثر؟ ثنتين. أنت الأولى ولا الثانية؟ لا الثانية. أنت الثانية ومرته الأولى كانت عايشة؟ بعدها عايشة. لا لقيت عايشة الله طولت العمر. طب ليه تجوزتي واحد متجوز؟ تجوزت ما هو بنت خالة بصير أنا بنت خاله. وبعدين يوم انه جوز امها لعائشه ما خلفتش الا هي واخرى بنت. البنت اللي التالة اللي جابتها ماتت وبعدها ما خلفتش. ظل يعالج فيها يعني 7-8 سنين وعالج فيها تنها تخلف وما فيش نصيب. كم بنت وكم ولد عندك؟ عندي الحمد لله 13. اللهم صل على سيدنا. 7 أولاد و5 بنات. جبت 15 سنة. جابت لك 12 أخو وأخت. الحمد لله دزيني فضل من الله الحمد لله رب العالمين. 3 عند الله و13 عند طولت العمر إليك وإلهم إن شاء الله. الله يحفظه. عم أبو العبد بلاها صيرت الجيزة هاي. احكي لي عن لبنان، كيف وين تطلعت على لبنان وليش طلعت؟ كيف العيشة هناك؟ مين أحسن لما رجعت ولا لما كنت بلبنان؟ أنا كنت في الجيش الأردني خدمت 17 عام ما شاء الله. وعندما صارت فتنة 70 اللي بتسمعوا فيها بسميها فتنة إحنا، لكن هذا اللي حصل. وأنا كنت على اتصال مع الإخوة في حركة فتح أثناء خدمتي في الجيش، ولما صار الوضع سيء أجانا نداء والتحقنا لقوات الثورة الفلسطينية في جرش. صار لك فرصة والتقيت بالمرحوم أبو عمار؟
نعم التقيت في المرحوم أبو عمار؟ أكيد أكيد, أكيد. والمرحوم أبو عمار حالي لا تكرر في الشعب الفلسطيني. 77 قعدنا إحنا وياه في مناسبة أو في وضع عسكري, فقالها ولن أنساها. قال حتى لو كنا في تل أبيب حتستمر المؤامرات علينا كشعب فلسطيني, يعني حتى لو حررنا تل أبيب لتوقف المؤامرات على الشعب الفلسطيني والوطن الفلسطيني. طيب نرجع منكمل عن سيري. نعم. منور ترباية 13 أو ولادة 15 من أيام زمان, لا كان في طب ولا كان في تعليم ولا كان في مواصلات, احكي لي كيف خلفتيهم ال 15؟ والله يا بني إنه بكى قبل, يعني بكت العيشة قبل أحسن اليوم, بكت أحسن, يعني ما فيش مرض مثل اليوم. اليوم تتر الله يا ربي يبعدوا عنكم السرطان وال ما انتش غشيم, يعني الأمراض كثيرة. يفلحوا يزرعوا ويحرثوا يبحثوا يزرعوا, يعني إحنا قبل العيشة بكت أحسن من اليوم. كلهم ولدتيهم بالدار؟ لا, اثنين جبتهم في المستشفى آخر شيء. هذا بعد ما صار فيه مستشفيات وصار يوم انه صار في مستشفيات ولدت هذول اثنين في المستشفى, واحد منهم امبارح تحرر وطلع من السجن. الحمد لله على سلامة. الله يسلمكم يعافاتكم يا رب. يا ريتك جبتيه معنا ويحميكم. ما هو الناس بتروح وتيجي عنده. ام العبد تعلمتي انت, درستي بالمدرسه؟ درست للخامس. وليش؟ ليه طلعتي يعني؟ بعدين خطبوني وطلعت. هو السبب الجيزي زي كل بنات. بقى في بلدنا فيش غير بس للسادس, كملت الخامس وخلص. بقى معلمة ولا أستاذ اللي يدرسكم؟ لا معلمات بكين. أكثر من معلمة ولا واحدة؟ أكثر المعلمات بكين. والله. ست صفوف بكين فوق في المدرسة الفوقة. ست صفوف. وانت درستي بس للخامس وخطبتي وطلعت. كداش كان عمرك لما خطبت؟ 16 سنة. والله. والله. ان شاء الله يا رب الله يسلمكم, ان شاء الله يسلم اولادكم ويرضى عليكم. الله يخليكم يحفظكم ان شاء الله. طيب ضيوفنا الكرام وانتم مشاهدينا الكرام, فاصل قصير ثم نعاود هذا اللقاء مع اهلنا من قريه بيتا ابو نزار وام منور وام العبد. ارجو ان تتفضلوا بالبقاء معنا. عالية من هضاب مدينة نابلس تقع بيتا, المبيت الآمن لجميع السكان بحسب ما يعنيه الاسم. تقسم القرية إلى جزئين, بيتا الفوق وتشمل ثلثي السكان, والتحت تشمل الثلث المتبقي من السكان, وهم 5 حمائل يتفرع منهم 30 عائلة. تتبع بيتا لمحافظة نابلس وتقع على بعد 14 كيلومتراً جنوب شرق مدينة نابلس غربي طريق نابلس رام الله, وكونها من المناطق الجبلية فهي تشتهر بزراعة الزيتون والتين واللوز. على الصعيد السياسي كان لقرية بيتا كباقي القرى الفلسطينية دوراً بارزاً في التصدي للاحتلال على مر الزمن, فقد شارك أهالي القرية بالانتفاضة الأولى, واجهوا بالحجارة المستوطنين في المستعمرات القريبة منها.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج حكاياتنا وضيوفنا لهذا اليوم، أو بالأحرى نحن ضيوف على أهلنا في بلدة بيتا بالقرب من مدينة نابلس. عبد الكريم مرعي أبو نزار، أوريا بني شمسي أم منور، وعايشة عبد الرحمن أم العبد. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة. أم منور، أنت كانوا زمان أنا بسمع أنه كانت الوحدة مثلا تولد وتسرح على الأرض. صحيح صحيح صحيح. صحيح. كيف كانت كيف كنت شو عمتي كنت؟ جابت زلمتي في الحصيدي والله، ويتحصد جابته. منور احكي لنا ايام زمان. بكينا الواحد يوم ان جلكم الله، يوم ان الواحد توضع فيش تقعد شي يومين يعني في الدار، ونزم هالولد ونروح نسرح على الحصيدي، على العشب، على جدار الزيتون، على يعني بكت قبل مروت الناس يعني، وما فيش مرض يعني تاخذني ولا شيء، يعني يظل مستمر في الشغل، نروح نعشب، ناخذ الولد نزمه في مهد، بك مهد مهد خشب، نحط الولد ونحط له فراشه وغطاء ونمدور له ونزمه عروسنا. فيش رضعه وفوت واكمول؟ لا لا، ولا نعرف ولا نعرف هذا الحليب اللي من برا، الرضع الواحد يترضعه منها ابنها يعني. وظل الولد ما شاء الله عنه، يوم انه يصير عمره شهرين ثلاثة أربعة ندور نطعمه. اليوم بدهن غير لو حد بتجيبه منها، ندور نجيب له حليب من برا ترضعه، وبتشتر المرض ما بالحك هذا اللي هو على الدكاترة ترتض فيه. والله ما شاء الله بك الواحد يصير عمره سنة وسنتين ما نوديه على دكاترة. ليش؟ نروح لك الزعتر، نغلي زعتر نسكيهم، نغلي ميرمية، نغلي يانسون، بابونج، من يعني هالعشاب. كل شيء طبيعي. كل شيء طبيعي. نزرع بعدين مثل هيكم من كحرات وهذا، نزرع الكوسة، نزرع بندورة، نزرع بامية، نزرع كل شيء يعني، عين شمس تبقى هي الواحد يقرصها. من العبد. جوزك انت جابته امه بالارض؟ شو سموه؟ سموه ابراهيم. ليش؟ ليه ما سموهش على اسم الارض؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما فيش هالعادي إنه اللي بتولد بالأرض بسموها عادة باسم الأرض؟ لا. طيب وأنت أولادك ولدتيهم عادي ولا بالمستشفى؟ والله عادي، بس اثنين جبت في المستشفى. ونفس الإشي كنت تولدي وتسرحي ولا منسرح كان بنروح الوضع أيامك غير؟ بنسرح بنروح نزمهم ونروح نحصد. طب الأمانة كيف نسوان اليوم؟ نسوان اليوم ما شاء الله عنهن، اليوم أكل ومرعى وكل الصنعة. ليش؟ إنه بشربن وبنامن، وغير هيك ما فيش عندن. فيش شكا زي زمان. لا فيش شكا. كل شيء متوفر لهن. المي بكنا نزمها عروسنا في الصدور، نروح نبلم من الحاووز. غسالات. نغسل عليهم، نحممهم. من الحاووز نملي. أم منور معك تلفون أنت؟ معي والله. شو نوعه؟ تلفونات الزوار. لأنه في لي يعني في لي برا بنتي ولاد اخوي دار اخوي برنوا علي وانا برد عليهم. اول مره حملت التلفون هذا امتى تتذكري؟ بس من العام وجاي. والله والله ام العبد انت تعرف معيش انا والله مريح راسك. والله ما معي بضل يقولوا لي هذا اللي بيشتغل بكل يوم اجيبي لك واحد ابك اتصل عليك اقول له يما ما بديش. والله والله هو بيتصل مع الشباب وبيجيبوا لي وبحكي معه وخلاص. ام منور بتتذكري بيركوزا؟ بتذكر ولا مالي. انتوا كنتوا تنشلوا منه وتغسلوا فيه وتشربوا منه وكل شيء؟ والله انا اقول لك يعني اني بكيت انا اروح عليه لانه بعيد عنا. احنا في الدير الفوق يعني، هو غاد هذا عند المفرق، عند المفرق حواره قريب على شارع نابلس. قريب على شارع نابلس. احنا عندنا عيون هنا كمان نعتازش يعني نروح نملي منه. فيها عيون مي بيته. ما شاء الله فيها عيون وفيها ما شاء الله هناك منتزهات ونادي وهذا المستشفيات وكل شيء فيه. ابو نزار شو اختلف عبيته به 27 سنه؟ او اذا بسط لك السؤال، شو بكيت تتخيل وانت بلبنان ولقيته زي ما هو؟ كنت احلم في شجره خروب دائما اتمنى ارجع ونام تحتها في ارض النبي في البلد. عندما جيت من أريحة للبلد، الشباب اللي معاي بدهم يلعبوا لعبة معي،
ظلوا نابدين على حواره. بكلهم وين رايحين؟ هاي مفرق بلدنا. طيب احنا بنرجع بنحكي بالمواضيع هاي، بس بدي استاذنكم استاذن المشاهدين الكرام، نرجع نطلع على فاصل قصير وبعدين نرجع بنتواصل معكم في برنامج حكاياتنا مع ضيوفنا من بلدة بيتا بمحافظة نابلس. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج حكاياتنا وضيوفنا هذه الحلقة من بلدة بيتا بالقرب من نابلس، أبو نزار وام منور وام العبد. أهلا وسهلا فيكم. ام منور، كنا نحكي قبل شوي عن ذكريات أبو نزار والخروبة وعين المية واللبنان. صحيح. أنت شو بتتذكري إشي جميل من أيام زمان؟ يعني نقول قبل 50 سنة مثلاً، شو بخطر عبالك؟ أيام زمان أحسن من زمان اليوم. ليش؟ ليش؟ كل ليش؟ اليوم يعني الناس أريح، بس قبل بكى بالهم أهدى. صحيح ولا لا؟ لأنه بكى بالهم أهدى، يعني فيش يهود ولا في. أنا بعرف إيش أنت اللي بتعرف. يظل مزعوجين الناس وظلوا. اليوم يعني مش مثل قبل. قبل بكينا مرتهيين في رزقنا، نسرح ونروح ونزرع ونكلع ونحصد، وبعدين الناس بكوا قبل. طب يعني تروحوا من الحصيدة ومن شغل الأرض، تروحوا على الدار، شو تعملوا لتتناموا؟ نعمل نعجن ونخبز. برضو شغل بالدار في طوابين، إن طوابين بكين. نحط عليهن ونخبز. يوم يهمد نروح نخبز اليوم عميد خبرة ونطبخ ومنتيش غشيم يعني، ونغسل ونحمم الأولاد يعني ما تنمش الوحدة، وتروح تملي على راسها 10-12 برميل من العين. العين مسافة بعيدة يعني عنا، على روسنا. كم مشوار تروحي وتيجي؟ يعني في مقارب 10-15 مشوار تروح الوحدة. أم العبد، بس بكين النسوان لما يروحن عبين مي يروحن يغنين ويرجعن يغنين. صح ولا لا؟ والله بكت الوحدة بالبرميل على راسها والكلن في يدها، أخرى كلن أخرى في يدها، مشان نخلص ديه ولا هذول عيلي وتخرفن ونخرف مع بعضنا. نمشي تنتين مع بعضنا ونخرف تا نصل الدار. عن ايش بكيتوا تخرفوا زمان؟ عن عيشتنا، شو بدنا نساوي، شو بدنا نشتغل، شو بدنا نعتمل، بدنا نعجن وبدنا نخبز، بدنا نطبخ، بدنا نملي فش نغسل عليهم من الصبح، نظل العصر واحنا على جنب الغسيل. هذول فخادينا، هذول منها يوجعنا قبل نكون. فش لميس ويحيى ولا سمر ومهند ولا عادل امام ولا رياح. فش تلفزيون ولا تلفزيون ولا تلفزيونات ولا راديات. ابو نزار، بدي تحكي لي عن اول يوم وصلت فيه لبنان. شو عمل اول يوم وصلت فيه لبنان؟ شو عملت في هذاك اليوم؟ اول يوم طلعت من جرش على العراق، ومن العراق رجعنا على سوريا، ومن سوريا طلعنا على لبنان. طلعنا على قواعد للفدائيين في العرقوب، منطقة بسموها العرقوب، هاي منطقة وعرية. وين؟ جنوب لبنان. واقع على شمال فلسطين جنوب لبنان. فطبعا هاي القواعد قواعد مقاتلين، وفيها فدائيين من كل فصائل كان، ولكن الأغلبية العظمى من حركة فتح. ام منور، بتتذكر يا ابو نزار لما طلع؟ لا والله. شو بتتذكريهوش؟ لا والله ما بتذكر، لانه بعيد هو عنا، دارهم بعاد عنا. يعني كليلتان شو بحضنا. والله ام العبد، بتتذكري لما طلع ابو نزار ولا برضو؟ لا والله ما بتذكرش، ما هي مرت ابويا اكبر مني. بتذكرش. انا قلت بجوز داركم قريبه على دارهم يعني. لا بعيد بعاد عنا لخيي. والله. اولادك تعلموا ام العبد؟ والله تعلموا. انت كنت حابه انه بناتك يتعلموا لانك انحرمت من التعليم ولا لا؟ اتعلم من الله يرضى عليهن، وفي واحد منهن حتى نجحت والاخريه خطبوا عليها وتجوزت. هي هيك الوضع عندنا. الوضع عندنا هيك، الله يرضى عليك. ما بكملوش تعليم ولا ايش؟ بكملوش. لا ام منور، كم ولد من اولادك وبناتك تعلموا بالجامعات؟ تعلموا في الجامعه واحد البنت. وولد مع هلكيت في الشرطه يعني. وصل للتوجيه بس سكت في مادي وما عادهاش. بكيت حابه انه يتعلموا كلهم بالجامعه؟ والله بكيت حاب. ولا ليش؟ انا كريت سنتين.
انا بحب ابنه ما يتعلم الصف الثاني. بس بتعرفي تقري وتكتبي؟ هالكات اللي قريته وانا صغير تماني بعرفه بكره، والاناشيد اللي بكون يعطوني اياهن تماني بكرهن. بعدك حافظتيه؟ يبكوا ولا تاكلوا بالله يما تكرينا اياهن، والله انك اشطر منا. طب اكرينا نشيدة تشوف يلا. نشيدي اول اشي حق الام، حق الام ان امي احق بالاكراه، اوجب الواجبات اكرام امي، ان امي احق بالاكرام، حملتني ثقلا ومن بعد حملي ارضعتني الى اوان فطامي، وبلطف تعهدت في حتى اشتد لين عظامي، وكل هذا الفضل لربي ولامي تشتد لين عظامي. ما شاء الله والله ذاكرتك ممتازة. وبعدين كان ناخذ اناشيد، يعني اناشيد غير هات احكي. يوم ان نصف تنعبر على المدرسة جرس رن، مش رن الجرس، يقولوا يلا انشدوا نشيد الجرس، يقول ماذا يقول الجرس، ماذا يقول الجرس، يقول يا أولادي يا أمل البلاد، هيا إلى الدروس مصلحة النفوس، واجتهدوا في كل فن كي تخدموا هذا الوطن، فخدمة الأوطان فرض على الإنسان. وهذا اللي عمله أبو نزار. شايف؟ أرى العنقاء تكبر أن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا، نلوم على تبلدها قلوب تكابد في معيشتها جهادا. هذا من أيام المدرسة القصيدة هاي؟ لا والله بعد المدرسة. إذا ما النار لم تطعم دراما فأوشك أن تمر بها رمادا، فلو خبرتهم الجوزاء خبري لما طلعت مخافة أن تكادا، أأنكرها ومنبتها فؤادي، وهل تنكر الأرض القتادة. القتادة شوك الكندول بتعرف. ام منور عمرك سافرت انت؟ عمان بس. على عمان امتى؟ اتجوزت بنتي في عمان. زمان؟ لا على بس بيجي شهرين، ورحت خطرة الأخرى عند أختي، أختي في عمان الأخرية. زمان برضو؟ هذيك من مدة 4-5 سنين يعني. يعني مش أيام زمان. لا وام العبد طلعت من البلاد ولا؟ ولا طلعت من هالبلد. ما طلعتش. اريح لك، انت مريح راسك، لا تلفون ولا سفر. مريح راسي. وشو مريح راسك بشيء ثاني؟ والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طب شو غني لنا غنوية اعراس بدنا نختم الحلقه فيها. اعراس ولا نشيد؟ بدناش نشيد، خروا نشيد، بدنا شيء اغنيه عرس. شو بتغنوا للعروس؟ غني له يا كرباتو، غني له يا كرباتو، ويا ولد الليلي زفاتو، هالولد الليلي زفاتو، غني له يا بنات عمو، غني له يا بنات عمو، يا ولد والليلي فنو، هالولد والليلي فنو، غني له يا بنات جنسو، غني له يا بنات جنسو، هالولد والليلي عرسو، هالولد والليلي عرسو. ان شاء الله الافراح دائما. الله يسلمك، سلم عمرك، الله يرضى عليكم. اهلا وسهلا فيكم في برنامج حكاياتنا عمرك. وانا بدي اشكركم عمي عبد الكريم مرعي، ابو نزار، ست ريا، بني شمس ام منور، وعايشة عبد الرحمن ام العبد، شرفتونا. ان شاء الله يا رب دائما بيت اعمار فيكم وفي الشباب. وانتم مشاهدينا الكرام لكم كل الشكر على متابعة هذه الحلقة من برنامج حكاياتنا. حتى اللقاء القادم، هذه تحياتي خالد القاسم، الى اللقاء.